صلوا على النبي. صلي وسلم على رسول الله. جالكم ذا الزواج المبروك مسلمين ومباركين، معنا لكم نفعه انهي واجد تستاهلونها، وانهي شوي تثمنها نسبنا اللي بيننا وبينكم، شيباننا يعتذرون منكم، الوالد تعبان مظروفه مثل ما انتم عارفين، وغيرهم مشغولين مشغول مثل ما انتم عارفين. سلامتكم. هلا والله يحييكم باسم الوالد والمشايخ والقبيله، يوجيه الانساب ويوجيه قحطا نقلتوا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب فيكم. كيف كل حاله؟ حالكم شر، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب الله فيكم. شو كل لكم حاله؟ حالكم شر. يا زين سلامتك وسلامة الحاضرين. مشيتي في ذا الطريق، جاء لهذا مرات الله. معنا لكم العون والمعونة من الله. وتدوي الكلام ما فيه خير، وعفاك عفيتم وعفيتم. والله يحييكم يا وجيه عامر، الله يحييكم تحيات المطر اعجاز واغلاء. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ كيف انتم؟ كيف كل حاله؟ يا حالكم شر، ماجورين جميع. عليكم ماجورين. والسلامه. الله يسلكم النار والندامه. اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اخذ من المطاريق اللي معي في الصف. وافين خدمهم في الكلام، وهم اشركهم في المقام، ونعدهم للظهر احزام. جاكم ذا الشوف، نسال الله الذي لا اله الا هو، ان الله يجعله على ما يرضي رب العالمين. وانتو يا جفشر اهل صوله واهل جوله، وعلمكم مثل نومسكم عند القبائل وعند الدوله، واكابر عن اكابر من رؤوسك حطان وناسبتوا تاجك حطان، هناكم منا مشاركه ان قلت فاعذرونا عليها، وان كثرت فيه من علومكم الغانمه اللي عندنا وعند رجال اللي غيرنا. مرحبا ومسهلا. ويا سبقها قعود وصلكم البارحه، الشيء اللي يثني معنا قصيده من شاعرنا سالم بن دشان، بتسمعونها. واعذرونا لو عطلنا عليكم جدولكم وعفاكم، ولا شر جاكم. عفيتم ولا جفيتم، والله يحييكم تحيات المطر. مرحبا ومسهلا باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر، وباسم المشايخ آل حنيش، وباسم عموم القبيله رفيت السره وقشه. مرحبا والله يحييكم ويحيي ما جيتوا به يا الغلاه، وانتم وافين وما جيتوا به وافين، لا انتم ولا اللي قبلكم ولا اللي بعدكم. مرحبا والله يحييكم. ونعمن بالجميع ونعمن اللي شاهدنا. الشيء الثاني فاتتني، حنا يا طوال العمار من غلاكم بننقسم نصفين، جينا عند سريع وانتم وهم عينين في وجه، وغالين مثل ما انتم غالين، ومن غلاكم بيبقى معكم من رجال وبيروح لهم رجال. الله يحييكم تحيات المطر، والله ما ودنا حد يفوتنا، لكن قدرينا بالشان اللي عند سلمان، وسلمان نغليه مثل ما انتم تغلونه، واشغلنا عنه اللي اشغله، والله يعيننا ويعيننا ويجملنا ويجمله ويجملكم ويجمل الجميع. والله يحييكم من جاف على الراس ومن غاف معذور ويبشر بالعوض.
جعلك مسلوم وان تلع والله يطول عماركم. صلوا على النبي. من غلاه للحفل رتت القصيده، من هجوس ما يجيب الا جديده، يا سلام الله سلام باسم ربعي، باسم من جا الحفل من دعوه عبيده. من غلا حفله بن جبشر ما اعتذرنا، حفل شيخ محزم الربعه رفيده، الخوي والعاني الشر والحاكم، نوصل اهل الطيب والاري السديده. انت كيف وانتو يا الجفشر وضع ثاني، قدركم في الصدر ما ينقص رصيده، حفلكم عز وفخر لقحطاني، ثالث اعياد قحطان الليل عيده. اشهد ان الشيخ ابن جفشر عياله سعيد تاج المجد في جنبه عضيده، يا سعيد المرجله والطيب كله، مقبض السيوف الوفا في راح تيده، لذكر برضى الجنوب الشيوخ واجد، عاني وسعيد افتخر بذكر وعيده، ابن جفشر بالكرم حاتم رفيده، بالوفا والطيب وافعاله مجيده، يا علي مبروك واسوق التهاني، يا عسى ايامك يا ابن جفشر سعيده وسلامتكم. صح لسانك، صح لسانك، صح لسانك، بيض الله وجهك وجمل الله حالك، وقلت الله يحييكم والله يعيننا على الوفاء معك، لا الشاعر ولا الشيخ ولا القبيله، مرحبا والله يحييكم. يا هلا العز والناس يشرون، مرحبا بكم، ارحبوا ضيف ارحبوا، الله يعافيك، ارحبوا والله يحييكم تحيات المطر. سلامة الجميع، سالمين الباقي، سلامة الجميع، جينا مهنئين ومباركين، ونقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير ورزقه الذرية الصالحة، قولوا آمين. آمين. الأخ علي عزيز ووالده وأسرة الجفشر جميعا، أتينا إلى هنا مشاركين ومباركين في هذه الفرحة السعيدة التي لن ينساها أبدا زملائه في تعليم إدارة عسير، وزملائه الحاضرين معنا أتوا إلى هنا، لدينا مبلغ من المال 30,000 ريال، إن هي كثيرة فيستاهلها الأخ علي، وإن هي قليلة فالمحبة والمودة تسمن ذلك وسلامة الجميع. سالمين باقين والله يحييكم تحيات المطر، كل رجال منكم من قبيلة والله يحييه تحيات المطر، إغلاه وإعزاز وزملاء، نرحب بكم باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر، وباسم المشايخ آل حنيش، وباسم عموم القبيلة رفيت السرا وقشة، مرحبا ومسهلا والله يحييكم ويحيي ما جيتوا به وقلتوا. الليلة الليلة ما السلام عليكم. مرحبا بكم، ارحبوا ضيفنا ارحبوا. ابقهم، كيف انتم؟ كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. كيف انتم؟ عافيكم. ماجرين يا رجال. عافيكم ماجورين. أرحب الله يحييكم تحيات المطر. الله يبقيكم ويسلمكم. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى للمعرس التوفيق والسعادة، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. جاتنا دعوة منك يا سعيد بن عبد الله بن جفشر، وانت زميل وصديق ورفيق غالي ومطلق، عليكم جود، لا أنت ولا ربعك، ولو من تبى مطاليق ما جات الصفوف والجموع اللي هي تشوق العين، معك من ربعك أخوانك وزملائك نفعة بمناسبة زواج أخوك، وتستاهلون أكثر وسلامتكم. مرحبا الله يحييكم ويحيي ما جيتوا به وقلتوا. يا سلامي على دايس الخطر، يوم رد الخبر كاسب والجبال الرواسي زبون الوعر، والقهر للمجان ما زبون الظلل. يا سلامي على دايسن الخطر، يوم رد الخطر كاسبن الجميل. الجبال الرواسي زبون الوعر، والقهر للجنة زبون ظليل. مرحبا بكم، ارحبوا ارحبوا. أولا نسأل الله الذي لا حي سواه أن يحفظ ولاة أمورنا ويعز دولتنا
ويمنعنا ويمنعكم قلال الدين والمودين واللي ما فيه خير. آمين. الأمر الثاني أسأل الله للمتزوجين أن يوفقه ويجعل بيته مصيب ونصيب ويرزقهم الذرية الصالحة. آمين. الأمر الثالث فأنتوا دعيتونا ولا دعيتونا إلا في غلا واحترام ومحبة ومشاركة، وجيتكم أنا وأخواني، وأنت أنا أعرف أنك منك حطان العريضة ما عندك نقص، لكن إيش يم بين العرب؟ الله يطول عمرك. اسمع يا رجال، دعيتونا غلا واحترام، واليوم عندنا لكم رصيد من الطيب والمعروف. العاني تاتونه، والصديق تكرمونه، والمريض تزورونه، والمحتاج تعطونه غرضه. واليوم جينا حني الحاضرين معنا رمز عطاء مشاركة والمعذرة، وانتم والله يا بن جفشر في راس الجبل في المراجل كلها. عليكم جو. ولكن اللي ما يحتال يصل راس الجبل فياخذ في العز قدرته. حين جيناكم مباركين ومشاركين وندعو للمتزوجين، وكثر الكلام ما فيه خير، ورانا رجاجيل والهدف واحد، لا حن ولا ذول القبائل. عسى الله يتمم افراحكم ويمنعنا وياكم من بليس وسلامتكم. مرحبا ومسهلا، والله يحييك يا شيخ مان. مرحبا والله يحييك، تحيات المطر يا بن مانع. مرحبا ومسهلا باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر والمشايخ آل حنيش وعموم القبيل ترفيت السراه وقشهق حطان. مرحبا يا الغالي والعزيز، مجربينك في العشر ومجربينك في اليسر ومجربينك في الضيق، وعلومك غانمه وجمايلك ما ننساها، انت وارثها لنا والعوانة من بعدنا هو فلك ولعوالك ولاخوانك. مرحبا ومسهلا، انت وربعك وعلى الراس قبل القاع، انت ودعم ورصيدكم في المرجله تواجد، والسبب ساسكم ومغراسكم وعدكم وجدكم وهدفكم اللي تسعون. ما عليكم زود، ما عليكم زود، وقلت الله يحييكم. السلام، كيف انتم؟ عليكم طيبين؟ طيب فيكم، كيف كل وحاله؟ لا حال بكم شر، كيف انتم؟ عافيكم طيبين؟ طيب الله فيكم، كل وحاله، حالكم شر. حنا الفينا عليكم ذا العشي بدايه ومعاونه، معنا لكم 10,000 وسلامتكم. سالمين باقيين، الله يحييكم تحيات المطر. الله يحييكم باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر وباسم المشايخ آل حنيش وباسم عموم القبيلة رفيت السراه وقشهق حطان. مرحبا ومسهلا. أرحب والله يحييكم، عداد ما سرتوا عليه ومن مكان ما مشيتوا إلى أن لفيتوا. أنتم قدمكم بر، أمس ما خذيتوا منا شيء، العطاء والله ما يدخل علينا منه ريال. وقلت والله يحييكم، أقلت الله يحييكم تحيات المطر. عليكم السلام، مساكم الله بالخير، كيف انتم؟ الله يبزيكم. طيبين؟ طب الله فيكم، سلامتكم جميع، الله يسلمكم. جاتنا دعوتك يا علي بن عبد الله، وانت مطلق ومن رجال المطاليز وتجملون يق حطام في المواقف كلها. ما عليكم زوج، ومدكم وافي، محاتيك محمد بن شعلان العايدي واخوانه. ونعم. ومعنا الشاعر ناصر بن محمد العيافي. ونعم.
جينا مباركين ومشاركين ولا نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. معنى رمز عطاء، انه واجد في استاهل وعلوم الغانمه اللي قدمها، وانه قليل وتكمل المحبه والغلا اللي بيننا. وسلامتكم جميعا. مرحبا ومسهلا، والله يحييكم تحيات المطر. الله يحييكم. مرحبا بكم. الله يبقيكم. ارحبوا ارحبوا، الله يحييكم يا رجال محلف. الله يبقيكم طول عمركم. عليكم السلام ماجورين. الله يعافيكم. الله يسلمكم وماجورين. عافيكم ماجورين. والسلامة. والسلام الله يسلمكم النار والندامة. المقصد سلامتكم. أول شيء نسأل الله العلي القدير أن يبارك للأخ علي ويجعل زواجه إن شاء الله زواج مبارك. الشيء الثاني، فأنتوا يا الجفشر عزاز وغلاه ومحسوبين علينا من الرجال اللي ينعنا لكم، جيناكم مشاركين ومباركين في فرح الأخ علي، ونمثل أخونا الشيخ حسين بن علي بن هضبان ظروفه القاهرة ما سمحت له بالحضور. الشيء الثاني، معنا لكم صوغة ثلاثة بشوت، بشتن لك يا سعيد، بشتن ثاني لبوك، وبشتن لأخوك، ومعنا مشاركة في طيب ضيفانكم وفي أعفاكم. عفيتم ولا جفيتم، والله يحييكم يا محلف. ووافي الحاضر وافي والغائب وافي، وعلومكم غانمة وافية. مرحبا بكم. عليكم سلام. عليك. عليكم السلام، كيف أنتم؟ عافيك. طيبين. طب الله فيك، كيف أنتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيكم، الله يحييكم. أزهم الله وقولوا يا الله يا الله، إن الله يحفظ علينا ديننا. آمين. وإنه يحفظ بلدنا. آمين. ويحفظ ولاة أمورنا. آمين. ويجمع شملهم على الخير. آمين. جالكم ذا الزواج يا أبو صقر، وأنت غالٍ عندنا، والشايب غالٍ عندنا، وعلي في غلاكم، أنا وماجد بن ساتر وعبد الله بن مصر اللي تشوفونهم، جينا نفاعة ومباركة وسلامة الجميع. سالمين باقين، الله يحييكم تحيات المطر، والله يحييكم ماجي توبة أقلتوا. الله يعافيه. يا سلام الله سلام الهنا يا شمال أهل الحاضر والحاضرين، الفريق إلى بي المندعة، كل عضو لأجلكم قد تعنى، يا علي مبروك تبقى سنين. وصلنا دعوة من الزميل علي بن عبد الله ولجنة عظم الوصول، مشاركين ومباركين، ونقول له كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير. مرحبا ومسهلا، والله يحييكم يا بني عمنا. مرحبا يا وجه حزن، ومرحبا يا وجه الحليش، ومرحبا بكم كلكم، حين ربعكم، وذا المقام مقامكم، وذا المقر مقركم، والضيفان ضيفانكم. مرحبا، والله يحييكم ما جيتوا به أقلتوا. في هدية يا عيني من سعيد بن علي. أرحبوا. علي تزوج، نسأل الله من سابع سماه يعينه، مثلكم من عزم ومثلنا من حضر من هذا الشان، معنا لكم هنا عطا، والعاطي الله سبحانه، إن كان هو كثير تستاهلونه، وإن كان هو قليل فجمله وجه الحاضرين. وسلامتكم. سالمين باقين، الله يحييكم تحيات المطر. أبقاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، كيف أنتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيكم، كيف أنتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيكم. ماجورين يا رجال. عافيكم ماجورين، ماجورين الجميع. الله يسلمكم. أولا نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحم البلاد والعباد،
وأن يصلح منا أمورنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. يا الله. دعوة غالية من رجال غالين، وبيننا وبينكم اللي يلزم، والمحبة بالغة وجعلها في الله. يا الله. جينا معي رجاجيل من الحيان ومن المفتاح، ونعم بكم جميع. وانت يا سعيد انت وربعك تستاهل الصف والعلم الغانم، ولكن ظروف العرب والزواجات والالتزامات، والله والله ان ودنا احنا اكثر من الصف اللي تشوفه، ولكن محبتك لا انت ولا بني عمك وغلاك وقدرك جابنا من تهامه لهذا المحل. الحقيقه علومك غانمه وعين يمين وتاج راس وابن عم غالي ورجال شيخ من شيوخ، ما حصلنا عذر، ولا والله ان عندنا ظروف انت عذرنا يا سعيد. جينا الامرين، اما الامر الاول فنقول للمتزوج كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اما الامر الثاني معنا منفوع، والنافع هو الله، معنا عطا بسيط ان هو واجد، فهذا فعلك وفعل ابن عمك، وان قصر شيء فقصوره من اخوك الصغير الله يعزك، او سلامتكم يسمع، معنا سيفين. سالم باقين الله يحييكم تحيات المطر، مرحبا ومسهلا باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر والمشايخ آل حنيش وعموم القبيلة رفيت السراه وقشاك حطال. نقول مرحبا ومسهلا والله يحييكم يا الغلاه يا العزاز، كلامكم سمين وصفكم سمين، والله يحييكم تحيات المطر. وقلتوا من قال يا سلام، ارحبوا ارحبوا الله يحييكم. مباركين ومشاركين بأيدينا مبلغ رمزي من المال، نعلم أنه قليل ولكنه سوف يكون عظيما عندما يمتزج ببحر عطائكم وكرمكم اللامحدود. لست أنا من يتحدث عن ماضي آل جفشر بحداثة سني، ولكنني أتحدث عن حاضرهم الذي عشت فيه، فلا أظن أحدا اختلط أو عاشر بأسرة آل جفشر إلا ولهم يد بيضاء في عنقه. أتينا نحمل مبلغ رمزي من المال، لا أريد أن أتحدث كثيراً حتى لا أتهم بالمبالغة أو الرياء. في الختام إن قلنا لفارس هذه الليلة من نثر نقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير. وإن قلنا له شعراً نقول: سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، الله يحييكم تحيات المطر يا الغلاه. مرحبا بكم، ارحبا ارحبا ارحبا، ابدا شان الخوي سنا ما حسبنا المال. كيف انتم؟ عافيكم طيبين. طيب الله فيكم، كيف انتم؟ عافيكم طيبين. طيب الله فيكم. يا علي بن عبد الله، جالك ذا الزواج وجعله على القوه، دعيت محمد ابن عبد الله بن شبنان الشهراني، ولا تونى في المجي له ولا اخوانه، ومعنا لك عطاء انه واجد افتستاهله، وانه شوي فاعذرنا على القصور، ومعنا لك سيف وسلامتكم وسلامه من يسمع. سالمين باقين الله يحييكم تحيات المطر باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر والمشايخ آل حنيش وعموم القبيله تترحب بكم. وقلت الله يحييكم. الله يبقيكم. الله يبقيك. ارحبوا ارحبوا. جانا يا علي ذا الزواج المبارك، ولا جانا عذر في القصور، منا احنا يا اخوياك سالم الزبيري وحسب منخاع، جايينك نفاع. نعم. ومشاركه وموانسه، والله يجعلها ان شاء الله على مرضات الله وسلامتكم جميع. سالمين الباقين الله يحييكم تحيات المطر، مرحبا ومسهلا وما جيتوا به. اقلطوا سلام يا قحطان ما غرد الطير، يلي رضاهم ما حسبنا المشاوير، سعيد جفشر من رجاجيل نغلاه، الطيب ساسه والمواجي بمجناه، ثابت وفارس باسم جمع الشهرين، على الغمر قيف على العز بانين. عليكم زود. على الوعد جينا نزفات تبارك، على الوعد جينا نزفات تبارك، يلي على الناموس والعز طارك، لما بدا للكفو شانه ولوازم، جينا على شانه ونقضي لزومه،
ما خاب من صلى على النبي. اللهم صل وسلم. ازهم الله وقولوا يا الله ان الله يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وان الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام في ظل حكومتنا الرشيدة. اعفاكم يا قحطان ولا شر جاكم، أنتم عندنا غالين وعلومكم غانمة. قالوا علامك دائما تحب قحطان، ويقول هل لي ما عرف له قحطين، رجال عز في المواقيف شجعان، يشهد لهم مجد وتشهد دواوين، عيال عود اللادع والخطر حان، تحتل الأول في جميع الميادين. سلامتكم أكفي خوي وأستاذنا الشاعر ثابت الغمري، ونعم بكم جميع. ما عليكم زود، نبيتنا يا سعيد في زواج أخوك، ما جانا عذر في الوصول، ألفينا مهنية ومشاركة ومباركة، ندعي له كما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. جيناك بعطى الله يعطيك خير منه، انه واجد وتستاهله، وانه شوي في سمنا هالمحبة والغلا اللي بيننا. مرحبا ومسهلا، والله يحييكم تحيات المطر. الله يحييكم باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر والمشايخ آل الحنيش وعموم القبيلة رفيت السره وقشه القحطان. مرحبا والله يحييكم تحيات المطر، منفوعكم سمين وكلامكم سمين ومجيكم سمين. فاذكروا والله وصلوا على محمد. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. أول علمنا فنسأل الله الذي لا إله إلا هو يجمعنا ويجمعكم على أرضاه يا الله، ويمنعنا وأنتم من عذابه يوم نلقاه يا الله، فإنه سبحانه المستجيب المن دعاه يا الله. الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، ويجيرنا ويجيركم من جور السلطان، ويكفانا ويكفاكم فتن وشر هذا الزمان، عفاكم وطول بقاكم، والشر لا جانا ولا جاكم، والعلم فلا يخفاكم في جهاتنا اللي ما تخفى عليكم، لا من بلاد بني مالك عسير ولا من بلاد بني شهر، يا من ذا الحزة سبق وجانا داعي من علي بن جفشر، وهو عندنا غالي خوي مطلق علمغان من عندنا يا خوياه، ما جانا عذر في الوصول. ألفين أنا يا عبد الله بن طراد العسيري ومحمد الشهري، معنا له عطاء أنه كثير في استاله وأنه قليل في الأجواد عذاره وسلامة ذا الوجيه. مرحبا ومسهلا، والله يحييكم ويحيي ما جيت توبه وقلطوا. الله يبقيك. الله يحييكم. يا علي سلامتك وسلامة السامعين، جالك ذا الزواج والله يجعله على البركة ويوفق. أسد عن خوي ولا أني بطلق منه. سديد. جينا ومعنا معاون إن كان بسيط. فتسمنا المحبة اللي بينه وبينكم، سلامتكم. سالمين باقين، الله يحييكم ويحيي ما جيت توبه وقلطوا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم يا رجال؟ كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طيبتوا. ماجورون يا رجال. عافيكم ماجورون وماجورون الجميع. الله يبارك بالخير. وش كل وحاله؟ محلكم شر. عالرمثه من كود من قبل شهران، نعم حالك واسترفالك. ما فيها الا سلامة الجميع. الله يسلمك. لبنا ثامر ابن محمد ابن رمثه بمناسبة خويه وزملاه في زواجهم. جايين مشاركين ومباركين ونفاعة والنفاع رب العالمين، معنا رمز عطا فانه كثيرة تستهلونها وحقكم أكثر منها، وانه قليلة في سمنها الغلاء والتقدير، ومع هدية لسعيد بن عبد الله وهي مثابت عن بشت وزايدها سلامة الجميع. سالمين مباقين، والله يحييكم تحية المطر. مرحبا ومسهلا باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر والمشايخ آل حنيش ونعم وكافة القبيلة رفيت الشراه وقشة. مرحبا ومسهلا، والله يحييكم ما جيت توبه اقلطوا. الله يبقيكم جميع وطول عماركم. ارحبوا ارحبوا اقلطوا، الله يحييك. جانا داعيكم في زواج اخوي علي، وما لنا عذر في الوصول، جيناكم من مسافة بعيدة وما وصلنا للمغرب، جاكم من نعانية ان كانت قليلة في دسمها ان شاء الله الخوة الطيبة والعلم الطيب، كانت كثيرة فهو يستاهلها، والله يطول عمرك. مرحبا ومسهلا، والله يحييك تحيات المطر. دعوة تنجد لابن سفرا لكسب الجبل، وانت عرى عن جمايل حضر بالغضا، يا سلام يا نجف شاهل المح الطول، نافذ من الجمايل لها وجه وجه، دعوة تنجد لابن سفرا لكسب الجبل، وانت عرى عن جمايل حضرنا من غلا،
سلمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم؟ أبيكم. طيبين. كيف أنتم؟ عليكم. ماجورين. عليكم ماجورين. والسلامة. الله يسلمك من نار الندامة. يا سلامي يا الجفشر هل الباع الطويل. عليكم زود. يا سلامي يا الجفشر هل الباع الطويل لابتن بين القبائل لها وجهنا وجاه. عليكم زود. دعوة جت لابن سفران كساب الجميل. وندعى راع الجمايل حضرنا من غلاه. ونعمتكم جميع ونعميك حطاء. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله محمد وعلى آله. يا أنا دعوة الشيخ عبد الله بن علي بن جفشر ولاده وعبد الله خوي قديم وبيت عز وطلاقه وظفر وكرم وجود وعياله عزاز عندنا أشبال على الشيخ. ونسأل الله أنه يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه. يا الله. والحقيقة دعوتكم ثمنتي يا ربعنا. وأنتوا عزاز وأنتوا هالجمايل وهالباع طويل. عليكم زود. وجيناكم نبارك للمتزوج ونسلم عليكم ونشرف حفلكم ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أنه يعز الإسلام والمسلمين. قل وأمين. آمين. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أنه يحفظ علينا الأمن اللي نتقلب فيه ونتزاور فيه وان كل منا يزور الثاني ونضربها شرق بلاد غرب بلاد آمنين انضامنين. نسأل الله انه يحفظ لنا دولتنا. يا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولي عهده وحكومة الرشيدة وامير منطقتنا امير منطقة عسير. يا خالد بن فيصل بن خالد بن عبد العزيز. نسأل الله انه يحفظنا ويحفظكم من كل شر ومكروه. حنا جيناكم يا أخوانكم يا ربعكم نسلم عليكم ومثل ما أسلفنا معنا لكم مساعدة فإن هي واجدة بتستاهلونها ومن فعلكم الطيب ومن جمايلكم اللي بلغتنا وبلغت غيرنا وإن هي قليلة في كملها صفنا وسلام عليكم هذا علمنا وسلام ذي الوجيه. سالمين باقين والله يحييكم تحيات المطر. مرحبا ومسهلا باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر والمشايخ آل حنيش وعموم القبيلة رفيت السراه وقشهق حطان. اترحب بكم مرحبا ومسهلا وافي وكلامكم وافي وعطاكم وافي وخوتك مع الشايب وافية. والله يحييكم تحيات المطر يا غلاه ويحيي ما جيتوبه. تسلمون. اقلطوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول يا سلام الله على شيخ النوايب راعي الوقفات عز للقبيلة والتحية عد ما تنشي السحايب للرجال أهل الوفا وأهل الجميلة. والتحية عد ما تنشي السحايب للرجال أهل الوفا وأهل الجميلة. تحتمي الحدان في يوم الطلايب وتردع العدوان بسيوف ثقيلة. والف مبروك الفرح غمر وشايب في زواج اللي عسى أيامه طويلة. يا بن جفشر قايد جيوش وكتايب بالكرم والعرف وزب دخيله في لزومك يا عمى عين الحرايب. ما نهم المال كثره من قليله. صيب راع الطيب حثينا الركايب من تعنى في اللوازم نعتني له. والف مبروك الفرح غمر وشايب في زواج اللي عسى طويله. سلام للجميع ونعم بكم جميع ومرحبا ومسهلا واقلطوا. ارحبوا ارحبوا اقلطوا الله يحييك اقلطوا انت. ربنا يا ربعنا امشي.
ارحبوا والله يحييكم. عافيكم سلام عليكم. عليكم السلام كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيبتوا كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب الله فيكم. جتنا دعوتك يا ابو سعيد وحضرنا مسلمين ومباركين ونفاعين، الله ينفعك احسن من نفعتنا. معنا رمز عطمنا القريشي 10,000، انه واجد تستاهلها وانه قليل، فسم من هالمحبة اللي بيننا وسلامة الجميع. مرحبا ومسهلا والله يحييكم يا وجيه رفيدة. مرحبا ومسهلا الله يحييكم يا وجيه الأنساب. مرحبا بكم. أرحبا الضيفة أرحبا. صقر سلامتكم يا اسمع سالمين من باقي جمعكم مثل هذا الزواج، عسى الله هذا مرضات رب العالمين. الف عليك ربعك بمعاون اذا قال شيء مسمنه سلامه الجميع. مرحبا ومسهلا الله يحييك لا انت ولا بني عمنا. ومرحبا ومسهلا وما جيتوا به وقلتوا وقلت الله يحييك الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيبتوا كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب الله فيكم. هذولا صبيان ابن الحنيش. ونعم. وهذولا احفاد من قال ابن الحنيش محمد. سدت مداري ابن الحنيش محمد وباقي المداري مخطي ومصيب. وهذولا احفاد من قال الدرب عارن علي الدرب ليجا هريبه. عاد ابن الحنيش وغيره سرايب. وهذولا من منين الحاج من حط ابن الحنيش لي مكة ما يلحقهم أي أذى. أنت سمعت والله يا أبو سعيد سلامتكم يسمع جال علي مثل هذا الزواج والله يجعله على مرضات رب العالمين. وندعي له بدعاء الرسول اللهم بارك له وبارك عليه واجمع بينهم في خير. ألف عليك ربعك بمعاون 13,000 ومعها قعود ب7,000 وسيارة مشبب بن محمد بن عبد الرحمن يعطيكم فصائلها وسلامة الجميع. سالمين باقين والله لا يهينكم ونفداكم.
صلوا على النبي. اللهم صلِّ وسلِّم عليكم يا رسول الله. يا ابن عمي يا عم الضد يا سعد الرفيق، دام راسك حي والله ما علي، أضرب البيدة وعرض على طيب قمة طويق، ولا تعزوى غير فيه كفو، وأنا أخو علي. صلوا على النبي. نعم أنت يا علي كفو ونعم ومجمل وطليق حجاج وحمر عي، والله إنك وافي وبوك وافي وخوانك وافيين. عند لالك هنا شاص 2014 أصفار وارد البريمي، هديت إن يكفيك الله شرها ويعطيك خيرها. أنت سمعت وأنا أخوك، والله ثم والله لو أنه غرم ولا جرب إنك تبشر بسعدك تحط الجبل على الجبل. والله ثم والله إنها هدية غلاء ومحبة، والله ما نبي منها لا زود ولا سمعة، والله ثم والله إن ما نبي ردها. أنت سمعتنا فداك وسلامتك وطولة عمرك وبقاك، والله لو أنك تامر على الروح إن قطع لك من الحاملة وعفاكم جميع. جفيتم ولا جفيتم، والله لا يهينكم وأنا فداكم، يكثر خيركم ويجمل حالكم، عطاكم سمين والقعود اللي جيت بها يا علب عبد الله تسمين وغالي، وانت يا مشبب لا انت ولا ابوك ولا اخوانك، انتم محزم ظفر ولا فضلكم على ربعي بني عمي يا الحنيش، لا اللي في الصف ولا اللي حضور، جعلهم كلكم على الراس عوار رجال، وعلمكم غانم والله يرشد رايكم ويزيدكم ولا ينقصكم، ويجعلنا ما نبكيكم. اما الطي ما هو غريب عن ابوك ولا عن جدك، جدك محمد بن عوض مقرا حق للقبيله، ومسفر بن عوض مقدم القبيله. الله يحييك. والله كفو، تستاهلون تستاهلون يا ربنا، انتم حزام الظهر تستاهلون يا ربنا، تستاهلون كل جميل، انتم الحزام المنتلي، ارحبوا ثم ارحبوا. زل الله يحييك، كثر خيركم ويبارك فيكم ولا يعدمنا وجودكم. انا اقول لك التين، صلوا على رسول الله، قولوا لا اله الا الله، الله يجمعنا ويجمعكم على خير. انا عوض بن علي بن هضبان اليامي، وانا اعترضت لحك هذا وانا مالي فيه لزوم، لكن شوش راسي من وقفتكم يا حبران العيون. الله يبيض وجيهكم للمقبل ولا المستقبل، وانتم صرختن جيده وعلومكم غانمه، علي الطلاق ما يسوي ذا العلوم الا قبيله الهزيزومها لما جت الشدايد والحروب. الله يبيض وجيهكم وجم الله لحايكم عند بني عمكم هذا اللي عندي، ويعفاكم جميعا. الله يكثر خيركم ويبارك فيكم. دعيت يا سعيد وجينا مشرفين حفلك، انا والزميل اللي له الحق ان هي يتكلم قدمني بالكلام بحكم كبر السن، ولا له التقدير على الجميع، وانت من علومك الغانمه ومواقفك الطيبه يجونك الرجال ويهدونك ويعاونونك ويساعدونك، واللي يشوف ناية تلج الصدر حقيقة، وبيض الله وجه من أهدى ومن تكلف في هذا الحفل الكبير. حبينا نسلم عليكم ونشارككم في حفلكم، وزايدها عفاكم جميع. خوي الشاعر الكبير فلاح المورقي له مشاركة ولها وقت. أرحب والله يحييك. يلا حيهم أرحبوا أرحبوا أرحبوا. أرحبوا ضيفان أرحبوا أرحبوا. أبقاكم الله، سلام عليكم. عليكم السلام، كيف أنتم؟ عافيكم طيبين. كيف أنتم؟ كيف كل حالة؟ لا حال بكم شر.
أرحبوا 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 أرحبوا. الله يحييكم تحيات المطر. شيبان وراي شيخان ربعنا اقصور بدر كل قصر ينوف على الثاني شيخان وكل عنده الزود لا في الفعل ولا في فعل الجد ولا في الحكم. ربع اللي تشوفون مقدرينكم جميع بكرامة الكلام ليه طال سمج وجبة الكلام الصدق غدا بكرة. صلوا على النبي صلوا على النبي كنا نصلي عليه. ازهموا الله وقولوا يا الله. اثنوها عند الله وقولوا يا الله. ان الله يجمعنا وياكم في دار كرامته. جيتكم عندنا يا ذل العينات والله انها غالية والله انها غالية. منكم اللي من المنطقة ومنكم اللي خارج المنطقة ومنكم منه اللي من خارج المملكة وحق عليكم توافقولنا في غدا بكرة. الله يسلمكم جميع. اجتمعنا في هذا المناسبة الطيبة الكريمة والله يجمعنا وياكم على خير. ومن معزة المعازيب ومعزتكم اجتمعوا ذا العينات ولا اني بكبرهم ولا اني بطلقهم ولكن المتكلم الأول ذكر قصور بدر وأنا من أهل بدر ونعم وحنا مكملين البعض. الناس اجتمعوا على هامش ذا المناسبة وأنتوا تخبرون إفرازات الصيف وأنتوا تجملون ولا تفسلون. الناس عندهم التزامات وما زالوا في بقايا الصيف وأنا باسمي واسم الجميع نشكركم والله ما يقسى منا غير عشا الليلة. يا خالي مشبب فين خالي مشبب؟ أنا معونة لك في معونة كل ولد عمك وعلي الحرام. يا مشبب قول يا أهل الله صل على الرسول. العلم العالي ما يشاور الولد فيه أبوه وأنت تستاهل يا نسيبنا ويا ابن عمنا ويا رفيقنا وعلي الطلاق نوديه من أغلى سلاحنا. وترى ريان ما شاورني في العلم ذا وتراه من راسه وهديته تستاهلها. إيه هش هش مرحبا ومسهلا والله يحييكم. عشاكم خمسة قعدان وانقصر شيء وانقصر شيء تعذرونا. انتم قبائل ولا سموا القبائل قبائل الا قبالة يسترون ويعذرون ويقبلون. الامر الثاني الوالد نفدي رجليه نكرم من ماله ونضيف في بيوته وهو اللي جاعل لنا نرفع روسنا ونضيف ونسيف من يوم حنصغى فالله يجعل ايامه سنين. الحمد لله على تمام المنة والحمد لله بالكتاب والسنة. أحمدك اللهم ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أصحاب وأحباب. من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. أحترت في أبهى المعاني أنت في بجلال قدرك فاعتذرت ولم أزد. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المصطفى الأسوة الحسنة والقدوة المثلى. أصحاب المعالي أصحاب الفضيلة والسعادة شيوخ القبائل والعلماء وأعيان المجتمع ووجهائه الكرام. أيها الحفل الكريم من هنا نرحب بكم ونحييكم بتحية طاب شذاها تحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفراح تتتابع فبالأمس عيد الفطر فكل عام وأنتم بخير. واليوم فرح يعانق ببهجته قمم جبال الثروات فرحة وبهجة وسرورا. إنه زواج الشاب علي بن عبد الله الجفشر ويحق لنا جميعا أن نقول له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. في هذه اللحظة تتعالى كلمات الترحيب بكم ضيوف الحنيش يمثلهم في ذلك الشيخ عبد الله بن علي بن جفشر آل حنيش القحطاني وأولاده.
فمرحبا بكم عبر هذا المساء، ونسأل الله أن يمن ويحفظ أمن هذا الوطن ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويحفظ ولي العهد الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مكرن بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لمجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ويحفظ أيضاً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود أمير منطقة عسير. أيها الحفل الكريم، خير البداية لكل مناسبة واحتفال آيات من الذكر الحكيم ننصت لها جميعاً مع الشيخ جلعود بن دخيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، هنا ليلة يصاغ فيها الشعر، سوف نبحر مع القوافية وبحور الشعر مع نخبة من عمالقة الشعر في هذه الليلة، فصاغوا القصائد بمشاعرهم، فأبدعوا وتعلقوا في الوصف وجزل الكلام. قصيدة منبرية للشاعر فلاح المورقي. مساكم الله بالخير جميع، نزف التهاني لا الجفشر لرفيدة ولقحطان عامة بمناسبة هذا الفرح، ونقول الله يديم أفراحكم. والقصيدة والله ما كتبتها إلا في الطيارة، وعساها بس تجملني عندكم يا قحطان. يقول: للأصحاب قدر وللرفاقة وجوب الزام، للأصحاب قدر وللرفاقة وجوب الزام، وأنا مبطي يا جاتني دعوة الغالي، يا كابتن خطوط الجو جنب عن الدمام، نبى الديرة اللي جوها يشرح البالي، هذه ديرة أهل الأولى فزعة المنظام، وذروة سنام المجد ذربين الأفعالي، وأنا شاعر مقدام وأقدر المقدام، أقدر مقاديم الرجال أول وتالي، وسعيد بن جفشر درع جنبه ذرا وحزام دعاني، وأنا في دعوة ما يورالي، سعيد بن جفشر درع جنبه ذرا وحزام دعاني، وانا في دعوته ما يورالي، ولد شايب له عند كل العرب مقام، على كل قمة مجد حط له منزالي، سليلك حطان اهل الوفا في اليمن والشام، مقابيس قوم فلقة تشعل اشعالي، خوالي وانا افخر واتقدم، وانا قدام من ثبيت ولا رفيده معرب خالي، خوالي وانا افخر وتقدم، وانا قدام من ثبيت ولا رفيده معرب خالي، وانا من عتيبه راس عزوه وحد حسام ولي حقه هيمن، ما عليكم زود،
سليلك حطان أهل الوفا في اليمن والشام، مقابيس قوم فلقت اشعل اشعالي خوالي، وانا افخر واتقدم وانا قدام، من ثبيت ولا رفيدة معرب خالي، وانا من عتيبة راس عزوة وحد حسام، ولي حق هيمن وتفاخر ولا بالي، لو ازهم على العتبان ورفيدة الحكام تجي وقفة تكرم عن القيل والقالي. سلمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن شويل شيخ آل الجحل. الحقيقة يا الربع اني صبرت من اول الليل، من اول ما قام ابن هضبان، وابن هضبان علمه وافي وكافي وجمل الله حاله وبيض الله وجهه، لا هو ولا من حضر في ذا المكان. آل حنيش خاصة وقشة عامة ربعنا ورجال كفو ومطاليق وعلمهم ذا الليل يوم قال إذاعبه بين القبائل، بيض الله وجيهم صغيرهم وكبيرهم، وهذا فعل الرجال. أنا ماني مكان أخطب في هذا المكان أو أتكلم، وآسف أني قطعت الشيء أو قطعت البرنامج، لكن والله أنه مما في خاطري من أول الليل. بيض الله وجهك ابن هضبان، والله أني نويت أهدي لك بشتي لكنك عييت، وإن شاء الله أن أكرمك أنا ولد ناصر إن شاء الله ما كانك ابن هضبة. أما المورقي فنعرف أن المورقي شاعر حضر ذا المكان وتكلم بقصيدة وافية وقال رفيدة خوالة، وحن نفتخر به واللي مثله، وأنا لهديته هدية ما ندور قضاها ولا أني بحلف، لأن جدي وخالي ونعم ولا أني على الرجاجيل بزود، لا أعطيت أعطيت ماني حلف، لكن شيء أعطيته ماني رادنه. المورقي بعطيه بشتي هدية له تقدير له في ذا المكان وذا المحفل، لأنه رجال قال قصيدة وتعم بلاد رفيدة كلها من دون قصرة فيك حطان ولا الحاضرين، وحن خواله ونفتخر ان ذا الولد حن خواله، وهدية ما وراها جزية، وإن شاء الله نكرم لحيته وعفى الجميع كلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا ما أهديت الهدية لابن هضمة باسمي ولا باسم ربعي، أهديتها باسمك حطان حاضر وغايب، وهو يستاهل وعلمه غانم معاك حطان ومع غيرهم. أيها الحفل الكريم، نعود إلى قصيدة منبرية للشاعر عوض ابن هضبان. صلوا على رسول الله، مساكم الله بالخير جميع. بيض الله وجيهك حطان عامة واللي حضر، وبيض الله وجيهكم يا الحنيش، وبيض الله وجه الشيخ منصور بن محمد بن مشعف ابن حنيش على هديته لي. والله ما نويت اني اخذ شيء من العلوم، لكن قبيلتن كامل تنطاحوا على رجال اكيد انهم بيروحون به. اهدى لي جنبيه وذا من طيب راسه، من طيب راسك، ومشبب بن عبد الرحمن بن جفشر اهدى لي مسدس، والله يبيض وجيههم جميع، والرجال ما يجحد ما قفر يجيل لمهدوه. باقول قصيتي على الطلاق ما عاد يجيني لا بشت ولا قليل ولا كثير منكم الليله. أما فلاح المورقي فيه والله افتخر فيه خوالك يا فلاح، وما قفوا مثل ذا الليل، ليه ما تفتخر؟ سلام يا أهل المجد يا قحطان، سلام من يا منها النجران، في ظل دولتنا وظل الحاكم والله يديم الأمن والأمان. كنا من أول صيحة وحرابة، واليوم في ظل المليك أخوان، الله يعز الحكم والسعود، والله يغيب نزغة الشيطان. أسوق فنجال عليه شرابة، إدلال كيف نصنفها رسلان،
مذعور تنبق نادها والهيل والبن الأشقر من بلد خولان. مذعور تنبق نادها والهيل والبن الأشقر من بلد خولان، في حلت أهل الطيب وأهل الجاه عند بن جفشر مكرم الضيفان. دمث الجناب ومدهل الطرقية كريم سبلة والكريم معان، وناسبت واللي بنته تماريبه وريث مجد ومقدم الشيخان. وناسبت واللي بنته تماريبه وريث مجد ومقدم الشيخان، من لابتن يوم اللقى شواشة وامجادهم سارت بها الركبان. والنعم يا الحلف القديم الصامل جمع النوادر داعية قحطان. يا العصبة الشواش تال حنيش، يا أهل المهار القب وأهل الجيش، يا اللابت الزوات الظفران، حرابكم ما ظن ياكل عيش، تاريخكم صيته على الأشهاد مجد موثق ما هو بتكليش. باورده ولا حد يرتاب لأن الحقايق تزعل الدرويش، والصدق يرجح كفت الميزان والكذب وزنه مثل وزن الريش. 400 عام على الأسلاف مجد تليد قبلكم ما نيش. استاهلون 400 عام على الأسلاف مجد تليد قبلكم ما نيش. دعوة حزن يا شعلة البارود يوم العزاوي والجهل والطيش، يلقبون بصرخة الشلال من جورهم من دون ليه وليش. أهل وقشة ورفيت الحكام والبربر والمخيش خيش، تنزل على الحد المطرف جوس وترعى السوارع حد وادي بيش. سألون تنزل على الحد المطرف جوس وترعى السوارع حد وادي بيش. وشيبانكم كم عارف وحلحيل، الشيوخ حق ما كلت بخشيش، وسد المذاري هو جوف الشر، فوارس تروي شبل عطيش. كم فرقوا من حلة صلفين وكم راسكم من طايح وهريش. ما عليكم زود تستاهلون. كم فرقوا من حلة صلفين وكم راسكم من طايح وهريش، وتسللوا ستايم وعراف تحيي الرجال امجادها وتعيش. يا بنت يلي تسهجين الميل قولي لخالش وندبي لبيش، شومي الحر شامخ صنديد سعيد بن جفشر وريث حنيش. استاهل. يا بنت يلي تسهجين الميل قولي لخالش وندبي لبيش، شومي الحر شامخ صنديد سعيد بن جفشر وريث حنيش. ابو صقر والله ونعم الشارب، يا اهل المهار القب واهل الجيش وسلامتكم جميعا. قصيدة منبرية للشاعر فلاح آل مخلص. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير جميع. الحقيقة ما ودي اني جيت بعد فلاح المورقي ولا ابن هضبان، خذوا الكلام الطيب كله، ولكن الله يعيننا. يقول نبدأ بخلى قلب رايا سيدة قبل القصيد وبدعه ترديدة، متوكل بالله وصغت بيوتي فصل العرب قحطان. سيدة سلام يا قحطان، يا أهل النخوة أهل الولا والصدق والعقيدة. سلام يا قحطان يا أهل النخوة أهل الولاء والصدق والعقيدة، قبيلة اللاعدة والقبائل فانتوا القصور الشمخة الشديدة، وانتوا مصاليم الدروع الحمراء وانتوا الفخر لاعدة القصيدة. سلام يا أهل الشان واحد رفيدة، الحكام يا الزويدة بيركم الزايد على القبائل، الشور في سلم العوارف
صيده بيرق مقاديم قحطان كلهم عند ابن صماننا وز الشريده وعند الشلال كعام العايل رفيده السراه درع رفيده افعال خيالت سرايب تذكر لمشتبك حديده بحديده كم دير تنبح مايته ال حنيش بديد تنتقدم ورا بديده دعوه حزن ما حد انجهل ماضيها نار على كبد العدا وقيده سد المذاري ابن الحنيش محمد من قول من قاله وانا بعيده مقطع حقوق وكلمته مسموعه حل العقد والمجد كله بيده جد ابيض الوجه الكريم النادر شيخنا علوم الطيب من رصيده ومن صوب جدانه وعوده المنحر متسلسل بمجادك التليده سلام يا بن جفشر المتجمل اطول طويل في كفوفك قيده حضرت والحاضر ينوب الغايب حضرت امثل يام عند رفيده وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، قصيدة أخرى للشاعر فلاح آل فجيحة. مساكم الله بالخير جميع. الحضور في ذا المكان شرف. يقول سلام في ليلة فيها يرد الجميل من بعد وصلت يا ابن جفشر مناديبها جينا على دعوة الوافي زبون الدخيل وريث قوم عطيبات مضاريبها والحجة اللي تقدم ما عليها دليل ما هي تجمل لما بنت مواجيبها مدام باع المراجل والمواقف طويل الطيب اللي علوم الطيب يحريبها قحطان يا مروية حد القنا والصقيل يوم السنين القديمة عاوي ينذيبها ان جيت اوصف كرمهم بارق مستخيل لهملت نوته تصفي مشاريبها صغيرهم في المواقف يعتدل ما يميل وكبيرهم حكمته تدرى عواقيبها صغيرهم في المواقف يعتدل ما يميل وكبيرهم حكمته تدرى عواقيبها متوارثين المراجل جيل من بعد جيل المرجلة والوفاء قمة مطالبها يا رفيدة الليل هذا غير عن كل ليل واللي ما يدري بها لابد يدري بها واللي ما يعرف من الحكام هذا هبيل ما علمتها الليالي من تجاريبها هذا اسم لرفيدة اللي تعشق المستحيل من قبل وقت المناصب يا مناصيبها في ساعة اللي اختلط عجرمك بالفتيل كم بنت شيخ بكت من فقد خطيبها يوم الحنيشي عليها والحنيشي كفيل لهيبت تمن الخايف ويمشي بها بعده محمد ولا الجفشر ونعم البديل كم حجة نخلص الله به من أشيبها يحلها لما عجز غيره بلي قبيل سد المذاري لمخطى غيره يصيبها من خبط بالعصا حتى الحكم في القتيل هو مقطع الحق فيها لن يتيبها من خبط بالعصا حتى الحكم في القتيل هو مقطع الحق فيها لين يتيبها واحفادها اللي مناكبها تشل الثقيل تدمي من الصيده الجزله مخاليبها عدوهم جرعوها السم وقفه ذليل ضاقت عليها البسيطه من جوانيبها والربعهم واخوياهم والرفيق الزميل غيث على الأرض تحيابه مجاديبها أنا هنا والقريحة موج بحر مهيل ولا كل من غاص في الغبة كشف غيبها شاعر من اللابة اللي ما دخلها ذليل يا مش شجاعة معربت مناسيبها
شاعر من اللابه اللي ما دخلهم دخيل، ياما الشجاعه معربت مناسيبها، فيهم من الطيب ما يكفي اليوم الرحيل، فيهم من الطيب ما يكفي اليوم الرحيل، وفي ساعة الشر ما تطفى مشاهيبها تعيل، لي حاول العايل عليها يعيل، في الحرب يقوها وفي السلم يطيبها، ومجاد كل القبائل مثمره بالحصيل في مشرق الأرض ولا في مغاريب. الله يبارك زواجك يا الحصان الأصيل الطيبة من نصيبك وانت تحريبها، بديتها بالجمايل وانتهت بالجميل، ما سيقت إلا على خيرة معازيبها، جينا على دعوة الطيب زبون الدخيل وريث قوم من عطيبات مضاريبها. سلامتكم. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر سعيد أبو دية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميع وصلوا على النبي. الموقف اللي يتعب الشعار ويعز القصيد، اللي ما يقدر يحتميه الواجب إنها يتركه، وانا قصيدي لابد الموجوبة ما ينقص يزيد، ويدور بهاجوز شعري كل ما دار افلكه. الموقف اللي يتعب الشعار ويعز القصيد، اللي ما يقدر يحتميه الواجب انها يتركه، وانا قصيدي لابد الماجوب ما ينقص يزيد، ويدور بهاجوز شعري كل ما دار افلكه، ولا التفت هجوز شعري غير في البيت الفريد، وعصى القوافية لك تروض وهات بيتك، وحبكه وقفت امثل لابتي قحطانة وطارف سديد، وان كان شعري ما يجمني فلا في هبركه. يا مرحبا يا مرحبا باسم القبيله بالقريب والبعيد، ترحيب تلمضيم تنسب ما هي بمستهلكه، اقولها باسم قحطان اللي لهم مجد تليد، اللي لهم عادات وسلوم مهيب مفبركه، في حفل بن جفشر مقام الطيب والساسه الجويد، زحل يوقف فاللزوم وكل عسرنا يدركه، شيخ مواقيفه تشرفنا عسى عمره مديد، وخلف عيالنا بالمراجل والوفاء متمسكه، هل يا ذكرت الطيبة والناموس يطري لي سعيد، شيخ صدى ذكره وصيته ذاع بنح المملكه، النادر اللي ما لقينا له شبيه ولا نديد، وابوه عاده فالمهد على المراجل حنكه، يبعدها قواته ونظراته وفي رايه رشيد، ومن دون وجهه ما ذخر حاله ولا ما يملكه، من طيب ابو صقر انت فاخر فيها، والعلم الوكيد ان مدحه يسبب زحام للقصايد، وحركه ابو تميم اخوها وحزامها، ويا نعم العضيده علي مثل رجمنا رساصه في الهوى ما حركه. القصيده باقيها نشبت في هذا الرب. مبروك مبروك في مبروك يا الوافي، عسى حظك سعيد، والعز هذا سيدها والمجد هذا مبركه، والنعم يا الحنيش يا اهل الفعل والمجد المجيد، والمجد كان تاريخكم يا سادته يتملكه رفيده الحكام أهل حكمة وأهل باس شديدة للسياسة والفراسة والعقول محنكة، في مدحهم عذب القصيد يقول لي هلا من مزيد، والبيت حبكة من غلاكم يا رفيده واسبكه، وليا بدا لازم عيال مضيمة ما باح القصيد، واليا دعان الموقف الغصاب والله ما تركه. سلامتكم. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر دبسان المهداني. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع.
ألف مبروك للشيخ علي. آل الحنيش أهل الفخر والتباهي، ضيفك حطان كلهم رحبوا به، ومن طيبهم عديت جزل القوافي، ومن سد نب القوم سديته نوبة. والوقت هو الوقت، والناس هي هي، وأفكارنا هي السبب في الصعوبة، وأفكارنا هي السبب في الصعوبة. والفرق فرق الدين ومجابه الغي، ومن لزموا فيه المطاليق جوبه، واللي كلامه ناجح وداخله ني تظهر لكم سود الليالي عيوبه. أما طلع لا شيء ولا طلع شيء، والطيب فرصة والسنين محسوبة. يا سعيد بن جفشر ترى وقفتي ذي وقفة وفا، مهيب وقفة طلوبة، دعيتني في حفلكم والشرف لي، في محفل كل القبائل دروبة. واللي سواتك بين روس الدواهي ثبت على متن السفينة ركوبة، وغدا البني عمه مثل شمعة الضي، لين استدارت كل الأنظار صوبة، لين استدارت كل الأنظار صوبة. وما دمت يا قحطان حي وهو حي، الشعر في داعي هبة هبوبة، قرمن مع الأجناب ياخذ ويعطي، وشوش لمن للقبايل حكوبة، لا يجهل العارف ولا ينهر العي، عكس النفاق وعكس ناس مشوبة. سلامتك. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر يحيى الحياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا يا ضيوف قحطان عند قحطان، مرحبا والله ومسهلا. فلا حال مخلص يقول وش يجيب بعد المورقي وبعد عوض بن هضبان، وأنا أقول وش بجيب بعد سعيد أبو ديه ودبسان، الله يجمعنا وإياكم. يا ولي العرش، يا عالم سر البشر، تعلم أسرار الخلائق وهم يعلمون. يا ولي العرش، يا عالم سر البشر، تعلم أسرار الخلائق وهم يعلمون. عزنا بالدين والطف بنا يوم الحشر، يلا لا تفتن عبادك مع اللي يفتنون. ودي أجيب الفريدة من العقد الدرر وأتجمل في المتابع وفي اللي يسمعون. ودي أجيب الفريدة من العقد الدرر وأتجمل في المتابع وفي اللي يسمعون. وفي بعض الأحيان يا ليت للشاعر عذر، وليت جمهور الشعر فيه ما هم يفهمون. وفي بعض الأحيان يا ليت للشاعر عذر، وليت جمهور الشعر فيه ما هم يفهمون. في محل يجري الضيف والدنيا عسر، والعرب في ذلك الوقت فاتنة، والعرب في ذلك الوقت غاب ومغبون. يا سلام الله على اللي لهم علم وخبر، يا رفيدة ساس الأعراب والمستعربون. مرحبا بضيوف قحطان ترحيب يسر، عند ربعية عند ربعي باتقدم بها وانا امون. محزمي قحطان والله يكافي كل شر، يا مدلل اهتال اصيله وحامين الحصون. يا اهل التاريخ والمبتدا يرفع خبر، والفعل في عرف الاعراب ترفع السكون. يا رفيده وانت واهل الوفا واهل الظفر، من تعزوى في رفيده متى الحقها الظنون. يا رفيده والله انكم والله ما يجين على الهرم، ما يجين والله العظيم، ما يجين والله ما يجين. يا رفيدة وانتم أهل الوفاء، يا أهل التاريخ والمبتدأ يرفع خبر، والفعل في فعل الأعراب ترفع السكون. يا رفيدة وانتم أهل الوفاء وأهل الظفر، من تعزوى في رفيدة متى الحقها الظنون. يا رفيدة والله انكم لنا محزن ظهر، كل ما ضاقت على الناس قمتوا تفزعون. كم كففتوا من دموع مخالطها السهر، وكم سجين في العنابر تحراكم تجون. يا الشلال يا الشلال، انت واهل انت ولي لكم علم وخبر، يا اهل الحمراء دروع الرجال ويحتمون. في زمان الخوف والجوع والدنيا قشر،
ابن جفشر مقطع الحق وانتم تعلمون، يا مصالم الدروع ويا النباهة المشتهر، والقصور اللي بنوها قبل ما تخلقون، يعجز التاريخ في فعلكم يا اهل الظفر، والرجال امثالكم بالوفا ما يعجزون، والصبي وان طاب طيبه من الخال اشتهر، وان ترد الرجل قمتم عن خواله تنشدون، والصفوف اللي تدافع عليكم من عصر، البعض ياخذ مكانه وذولا يقبلون، ما جولا من طلاقتك وعلوم الظفر، من زرع معروف يحصد مع اللي يحصدون، كل شاعر له ربوع، تفاخر وافتخر، يا عسى الاجواد في فعلهم ما يندمون، وامنا ربعي اللي يدقنا قوس الخطر، الحيان الحزامي موسعة الطعون ولا على القبيل، واختم القيفان، صلوا على طه الأغر، يا صلاة الله لقائد اللواء الصادق وجهك. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر سعد بن عبود الخزماني عضو ديوانية قحطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميع، وهذه مشاركة ديوانية قحطان. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا، وأهل الجمايل تدور للجميل أدواره، سلام تسليمة بعداد برق المخيل، وإعداد ما حن رعد وهل المطر، وإعداد نو النشا، وإعداد ما سلسل، وإعداد نبت الربيع اللي بطلعه زهر، هذا سلامي لكم من دون وزن وكل، ريحك ملعود الأزرق فوق صال الجمر، سلام تسليمتم بإعداد برق المخيل، وإعداد ما حن رعاد وهل المطر، وإعداد نو النشا، وإعداد ما سلسيل، وإعداد نبت الربيع اللي بطلعه زهر، هذا سلامي لكم من دون وزن وكيل، ريحك ملعود الأزرق فوق صال الجمر، من بعدها ورحبوا يا أهل الوفا والجميل، يا ضيوف قحطان يا الوافين يا من حضر، واللي قدر ربعنا له عندنا بالمثيل، الدين في روسنا ولا الغلا في الصدر، من بعدها حبيت أسلم بالسلام الثقيل في الحفلة اللي صداها في البلاد انتشر، سلام يا مكرم الضيفان سمن وحيل، والبن الأشقر من المصفاه وأغلى تمر، دعيتني يا بن جفشر يا منج الدخيل، وأحضر لأجل دعوتك القرم يا أبو صقر، وأنت الشجيع الكريم ابن الكريم الأصيل، حضورنا عند شرواكم ناموس وفخر، والله لأجيلك يا بن جفشر يا طب العليل، ونوم سلي مثل شرواك ولا اعتذر، وكثير هرج الرجال ينوب عنه القليل، حضورنا حفلكم رفقة وطيب وقدر، وسلامتكم جميع. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر علي بن شافع العنبسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لك يا عريس، والله يجمع بينكم في خير. أول كلامي طلبت الله سبحانه، الأبواب لا سكرت ما صك بيبانه، يعطي العطايا وكل الخلق يرزقها، مخازن الخير عند الرب مليانة، يا رازق الطير لا حيل ولا حيلة، ويا رازق الهوش الأعمى وسط جحرانه، متكفل بالخلايق فوق ذا الدنيا، اللي مشى بالقدم واللي بجنحانه، والحوت مرزوق في غب البحر الأظلم، سبحان من هو خبير عالي إنشانه، ها
هذا ويا الله تغفر لي وترحمني لا رحت في موحش ومسيت جيلانه. يا من نديبي ترحل وركب حصان، قط بالجامه ومس السرج وعنانه، من خير ربع تسموى في عزاويها، دهم بن غره على الضماث ضمانه. اشمير خاتن تعقد في نواصيها، الخير غر من الزلبات عطانه، تنصم قديم ربع تمنح ماها، يوم الملاقه وقيش وذلق تسنانه. تنصم قديم ربع تمنح ماها، يوم الملاقى وقيش وذلت تلسانه، جمع وقش أهلابت نعرف مواريها، منها الظفر والكرم والجار بأمانة. جمع الجفشر هل الناموس والشيمة، منهم سعيد الكفو وابوه واخوانه، لاد الحنيشي مخلات طرايقهم يا مجرد الخد والخيال وحصانه، دعوى رفيدة هل النالات وطالها، هل الحكم والمواقف خير برهانه. استاهلوا بيض الله وي. أهل الحكم والمواقف خير برهانه، سلام لمعزب الرحمن والحله، واللي حضر حفلكم شايب وشبانه، تسليم تنذوقها مثل العسل واحلى حليب بكر رعت في الفيض واركانه. سلام لمعزب الرحمن والحله، واللي حضر حفلكم شايب وشبانه، تسليم تنذوقها مثل العسل واحلى حليب بكر رعت في الفيض واركانه، من ناض من دايمية تعب على ججله، لان بعض الاشعار وجمالها خانه. أصيب هاللي بالناموس والشيمة، يدرى على سمعته ويلجم حصانه، لم في المحاضر من العربان نقاده، التابع الرجل ويش بيظهر إلسانه، قلته وانا لابتي حلو على المشرق، للحد ضمانه وللحف طعانه. صبيان سنحان ماضي يطلق لساني، مساق والعشر للي يشعب حصانه، هذا وانا عمري من عزوة تعرف ومن العناب استكافي كل ديانه. يا سعد مله بني عمذ مثل ربعي، صبيان قحطان للميدان فرسانه، الضيف في سلمنا يامن ومستامن، يبشر بحيل وبر نكثر دهانه. الضيف في سلمنا يامن ومستامن، يبشر بحيل وبر نكثر دهانه، والجار منا وفينا نمن احلاله، نحفظ حقوقه وشوفاته وغرانه، ودخيننا لان زبنا نقرع عداته، عام وشهرين جيرتنا بمعطانه، والرفق دونه بمذلوق نعديبه، لو نمحي كل بابينا علشانه، والخال عاني والخال عاني وعانيته ان عنويله، ما هي بقولته روج ما لها خانه. هذا وصلوا على المختار سيدنا علي محمد صلاه الله ورضوانه. سلامتكم جميع. ارحبوا يا عراب ارحبوا ارحبوا، الله يحييكم. أرحب الله يحييكم. الله يعافيكم جميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم؟ عافيكم. طيبين. عافيكم. كيف أنتم؟ عافيكم. طيبين. طيب الله فيكم. أرحب الله يحييكم يا عراء. كل منكم وحاله. محلكم شر. كيف كل وحاله؟ سلم ذي الوجيه. يلا هلنا نطلبك يا رقيب ويا معين، كلنا نمسي ونصبح ونرجي طاعته. يا سلام الله، سلام لكم يا الطيبين، المضيف وشيخه وتنصى لابته، قال هاللي ما تعذر ويصلكم بحين للفرح، ولا اليوم من لوت عجاجته. نعم عليكم زود لابته، دعوة العامر على طول السنين، كل غمر لا زهمت تطير عصابته. نعم يشهد التاريخ والعلم والصادق يبين، جاهدوا الكفار هم والنبي واصحابته. بعدها صلوا معي يا عموم الحاضرين لرسول المصطفى موفيا بامانته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا واحب خلق الله.
الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح وعلف بين قلوب عباده التعارف والمحبة ومكارم الأخلاق. الله يمسينا وأنتم رضاه يا الله، ويمنعنا وأنتم من غيظه ومن زراه يا الله، ويجمعنا وأنتم في جنات النعيم يا الله، ويسترنا وأنتم فوق الأرض يا الله، ويرحمنا وأنتم تحت الأرض يا الله، ويوم العرض على رب العالمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد، فلا يخفى على مقامكم العالي وجمعكم الكريم المبارك العالي أننا قد تلقينا دعوة كريمة من شيخ كريم سعيد بن عبد الله آل جفشر بمناسبة زواج أخوه. حضروا قبيلة آل عرب معنا الشيخ محمد عبد الله بن محمد من بني إجري، مشاركين ومباركين ونفاعة، بيدينا مبلغ من المال رمز محبة وتقدير 5000 ريال، وسيف هدية من سعيد بن يحيى العرابي. أنهي كثيرة فتستاهلونها، وفعولكم عند الرجال أكثر، وأنهي قليلة فتحملونا على جناح السلامة. هذا فيما جب علمنا وسيرتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله يعافيكم جميع. مرحبا ومسهلا، وارحبوا وارحبوا، الله يحييكم يا عرب. الله يسلمكم يا البدب، والمعذرة جبارة الرفيدت عندكم، ما عليكم زود، والعلوم الغارمة عندكم، وانتم درعنا وافين، تاريخكم وافي، وحنا نتعارف يا ربعنا. المكان ذا مكانكم، والمحل ذا محلكم، والضيفان اللي قدامكم مجناب ضيفانكم. ومرحبا ومسهلا، الله يحييكم باسم الوالد الشيخ عبد الله بن جفشر، وباسم المشايخ آل حنيش، وباسم قبيلة رفيت الشراه وقشة. مرحبا ومسهلا يا أغلاه، صفكم سمين، كلامكم سمين، وعلمكم غانم، وانتم بني عم وعصابة راس، وكل زمان ياتي منكم نجم وعلم غانم. معكم سعيد بن يحيى غدالنا نجم يا رفيدت، ونجمنا يا قحطان استاهل، ما به رجال يا طويل العمر والسلامة عفا في ولده، لو جيه الرجال ولا المال إلا سعيد بن يحيى ما كمل 40 دقيقة لله هباها، وقتلة على بياض وعلى علم غانم وعلومه غانمة. ولكن ما هي بغريبة، ولا أني بفتخر على القبائل اللي في ذا القبائل، واللهم كلهم حمران عيون، وكلهم بيضان وجيه، وكلهم علومهم غانمة، وكلهم تاريخهم أبيض، لكن فينا نقطة، والله ما قد علم من بهر فيد خذا في ولده مال إلا خذا راس قتاله بحكم الشرع، ولا عفا لوجيه الرجال. وسعيد بن يحيى تاج، وانتم تاج، والله يحييكم تحيات المطر. ألفيتوا علينا يا ربعنا، وانتم عندنا غلاه، عشاكم والله انه بارز، والله انه بارز، والله ما قدني ولا قد سمي فيه غلا لكم وتقدير ومحبة. والله يحييكم ويحيي ما جيتوا به، وقت الله يحييكم. أيها الحفل الكريم، نعود إلى القصائد المنبرية مع الشاعر منصور بن جبران آل علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير. يقول أنا لجيت الحفلة العادية، أنا لجيت الحفلة العادية، وطيت راس الداب قبل الحية، لكن لما جاء مثل هذا الماقف هدفت لي قصيدة حربية، قدر اللبن جفشر وقدر عياله، ثبت أساس البنية التحتية. لاني مشهور، ماني مشهور لكني شاعر، ولا معي جني ولا جنية، أموت ولا يقال بيته هذا، مثنى أقضم في الوزن والقافية. وذا الليل يا شعار ما هو عادي، الحفل كفو من وفراعية، شيخ اللي ما سكت عليك بقيعة وتقاصت الدنيا بك الدنية. بعد الله أسندها لبو عبد الله، ومن السموم يدخلك في الفية، لأن الجفشر من خلقهم ربي، وهم هل الناموس والحمية، صبيهم لجل الله الله يثبت وينطح الحالة في القاسرية. من رفيدة من رفيدة الحكام ومن يجهلهم، فهم اجرن أدواره العلوية، من رفيدة الحكام ومن يجهلهم، فهم اجرن أدواره العلوية. اي والله رفيدة، رفيدة ربعنا قبل أمس وأمس وبكرة وقفية، لا زعزعت قحطان جات رفيدة، كنف بيوت بالوفا مبنية، لا زعزعت قحطان جات رفيدة، كنف بيوت بالوفا مبنية. أقولها عن عزوتي وحزامي، لا طارت الغترة عن الطاقية، عبيدة اللي جعلني مبكيهم، عبيدة اللي جعلني مبكيهم، حصن حصين
وربعي عليّة وأنا ما عليكم زود عبيت اللي جعلني مبكيهم حصن حصين وربعي عليّة وحنا عيال مضيم بحر طامي من اليمن لا نجد للشرقية وقحطان لا هزت سروج خيولها تهتز نصف الكورة الأرضية وقحطان لا هزت سروج خيولها والله إني قد بغيت أقول تهتز كل الكرة الأرضية واستحيت من القبائل عود قسمتها وقحطان لا هزت سروج خيولها تهتز نصف الكورة الأرضية ومن يوم بايعنا الإمام الراحل ورقابنا دون الوطن مثنية لجر رصاص يثور ما صدينا الموت ولا صدة مقفية ونحبب ومتعب وولي عهده ولي العهد والرعية واختامها مبروك يا بن جفشر وذي وقفة الخوي عن خوية بسلامتكم. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية مع الشاعر علي بن عبود آل سرحان. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. تزهل هاجس الشاعر ووقف في عجب قحطان وجمع من حطب قافه وشب النار في قمة على ليل انضوى برق شلع من غيمته التان تحدر من سنابيض الضمير الكبتة الغمة هلا بالليل والبارق وهيبة صفر نسل حصان هلا باللي تبد زحام جمع الناس واللمة هلا بالماقف الشامخ هلا بالضيف والشيخان على قوم تحب الضيف وتعصب له العمة رفيده يومنا باقي على الفريس والميدان لنا مربط خيول الدهم والقومات والهمة لنا من ماضي وحاضر لنا التاريخ والعنوان لنا مجد الكبار وفعل عود يبري الذمة ركضنا في ميادين المراجل والعرب فرسان ودقينا وكسرنا صدر من غشته زمة لنا الوقفات والطنخة ولبس المحزم المليان ثلاث الطفل يشربها قبل يشرب حليب أمه بعدها ونقام لرفيده مقام وشان تولمنا مثل رجال حاشر كمه تسابق ريح عودتنا حواج البن في الرسلان قبل يقلط على المجلس يفوح الطيب ويشمه على قصر الملوك وفي بلاط الملك لسليمان دله ضيفنا واللي معه من خاله وعمه بعد راسي يا ضيف انساق خطوات التعب لا هان هلا وارحب تراحيب الحياة والوجهة اليمة تجمعت وصفيت وشليت اللحون ألوان وصف شلله زامل وصف شلله دمه ورحبنا وقلطنا ونحرنا من القعدان مواقف كل حر شاش فيها واحترق دمه سلامتكم. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر صالح آل صفران عضو ديوانية قحطان. مساكم الله بالخير جميعا، وأنا أقول للعريس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يالله أني طالب من شل غيوم أن يوفقنا طريق الهدى والصالحين، بعدها مني سلام وتحية في القدوم في محل أهل الوفا والرجال الطيبين. آل جفشر تكرم الضيف وتجل الهموم، علمكم طيب وفا في كل وقت وكل حين. يا علي جنان بارك جعلت افداك الرخوم، يا ولد شيخ كريم وربع خابرين، واجب مبارك لمن هو على العليا جزوم. قال هل اللي عارف ان المقادي والسلوم ابن سفران الشريفي صديق العارفين، وقفت الشاعر كبيره تناقل هالعلوم، والتحيه من ضميري لكم يا سامعين، والصلاة على محمد تعانق للنجوم عد من صلوا وصاموا لرب العالمين. سلامة. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر
عبد الهادي الحبابي. مساكم الله بالخير جميعا. أولا نقول للعريس بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. والثانية ما جاكم إلا فعلكم يا الجفشر. وأنت يا سعيد بن عبد الله وافي ومطلق وتستحق الطلاقة والعلوم الوفى اللي تفعلها. ما عادني بجاي مشي بطيب من الشعر اللي جو قبلي وأقصدوا. يقول أرد ميراد الظوامي على العد الغزير وترقى من بيوت القصيد إجزالها وأعرف قدر الحام كبير ومن صغير والرقى ترقى بفعلي الروس جبالها وفي لزوم الطيبة صلوا للوجه السفير أتعنى وانتعصت الأمور نالها. المهم أقول مساكم الله بألف خير يا أهل الحفلة وضيفانها وأبطالها. المهم أقول مساكم الله بألف خير يا أهل الحفلة وضيفانها وأبطالها. جاتني دعوتها للمدح لصاح النذير لابت إن العز والطائلة تسمالها. الجفشر عزوة العز والجاه الكبير تعتني للطيب والطيب جاي عنالها. في لزوم سعيد عبد الله حثنا المسير ابن جفشر وانتعصت الأمور ينالها. في محياها التراحيب وعيونه بشير فالعلوم اللي تبشر سفير انجالها. وقفته في الماقف الصعب والراي العسير يحسب لها حساب وتبانه وامثالها. وكلمته لما تكلم كما السيف الشطير والسيوف تبان لبان وقت قتالها. يا سعيد انت الامير ابن الامير ابن الامير والجفشر مدحها من ثبوت افعالها. سلامتكم. حفلنا الكريم قصيدة منبرية للشاعر عبد الله المهداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميع. الحقيقة أنا محمل أمانة من الشيخ حناش بن جر الله يعتذر من الجفشر ومن الجميع لتواجده في المنطقة الغربية في قضية قتل هو الشيخ شديد الهماش. والثانية صلوا على النبي. يالله لطفك وعفوك ساعة المحشر واغفر ذنوب صحايفنا مليناها من الخير عطنا يا ربي واكفنا من الشر بك ملتجانا وخلقك فيك رجواها. قبل العلوم وحديث الشاعر ينشر سلام يا أهل الظفر من طيب مجناها. أهل النواميس والبيضة لهم تنشر رفيدة الحكم والطالات مبداها واليد عن الكفو مثلك يا ابن جفشر ما نعتذر والسوالف زام معناها. واليد عن الكفو مثلك يا ابن جفشر ما نعتذر والسوالف زام معناها. واللي كسب له معرفة مثله مبشر بالطايلة والوفا من قبل يلقاها لك اللح الوقت نابه واضرس وكشر يركي لها الكفو والوقفات يحماها. لك اللح الوقت نابه واضرس وكشر يركي لها الكفو والوقفات يحماها. والطيب اللي مع أهل المرجلة مخشر يبني بيوت على الطالات مبناها. واللي يحسب البراجل بيض مقشر يبطي وهو ما تقربها ولا جاها. علي الطلاق ما يعرضني علي الطلاق. لكن لح الوقت نابه واضرس وكشر يركي لها الكفو والوقفات يحماها. والطيب اللي مع أهل المرجلة مخشر يبني بيوت على الطالات مبناها. واللي يحسب المراجل بيض مقشر يبطي وهو ما تقربها ولا جاها. سهمه الدرب الرخامة دايم موشر يبغى المبادي وهو مهوب وياها. سهمه
سهمه لدرب الرخامه دايم موشر، يبغى المبادي وهو مهوب وياها. اما انت يا سعيد بن عبد الله بن جفشر روس المراقيب بالجزلة ترقاها وسلامتكم. حفلنا الكريم قصيدة منبرية للشاعر مناحي بن شعلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نعتذر عن قل المشاركة لقلة الوقت. أخاي البروق انت لا عجقد لها تسعة ليال، وارقب وعدنا مع رجال عندهم شان ولزوم، تجمعوا كل النشامة واقبلوا مال ورجال لرضا الجفشر محزم الظفران ميراث السلوم. سلام يا جمع الرجال اللي مثل صم الجبال، ما هي تزعزعها الهبايب والذواري والسموم. سلام يا صيت انتسامة من جنوب إلى الشمال، سلام يا محزم هلا من الأمجاد جلا يا الهموم. يا لا جفشر يا مقاديم السرب يوم القتال، يا روس عز الله أبداً لازم ترد لها العلوم. يا هلا العزومة الصاملة يا هلا الأساطير الجلال، يا شوق غيد طامع في زينها عقيد قوم، جيوشكم لصقت الأقوام من جال الجال، أنقض جمع الخصم بالسيف المخضب والسهوم. وحنا ترانا ما تعنينا وجينا الاحتفال إلا لأجل عنا الجفشر والمطاليق القروم. قلته وأنا ربعي عبيده محزمي يوم انزال، ما عليكم زود. قلته وأنا ربعي عبيده محزمي يوم انزال، أهل العزاوي في نهار يطبخ عز وعزوم، وباسم العايد لابتي مجد تليد ما يطال في مدحوم، والله ما يلحق هجوسي أي لوم. حنا ترانا ما تعنينا وجينا الاحتفال لأجل عنا الجفشر والمطالق القروم وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، نسعد بلون يعشقه الجمهور، إنه لون القزوعي بعد اكتمال القصائد المنبرية. أيها الحفل الكريم، نعود إلى قصيدة منبرية مع الشاعر تركي الزهيري. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساكم. عد السحاب اللي يتكاشف بروقه، سلام يهل الحفل بول قصيدي من شاعر يتعب على الجزل ذوقه، في حفل رجل فالمواقف سديدي، حفل ابن جفشر كل طيب يتوقه، أنا أشهد أمي قاف مثله فريدي، وعلي على الطالات تعرف طروقه، وله محزم وقت المواقف جويدي، أقولها والكفو نعرف حقوقه، ما خاب رجل يعتزي في الرفيدي، أقولها والكفو نعرف حقوقه، ما خاب رجل يعتزي في الرفيدي، والشاعر اللي وقفته ما تعوقه، يجيب شعر في المواقف جديدي، وخيلي على الأمجاد دايم شفوقه، وعما قف أهل الطيب ما هي تحيدي. قلته وربعي للجمايل سبوقه، يقولها تركي الزهيري العبيدي سلامتكم. أيها الحفل الكريم، قصيدة منبرية للشاعر ناصر بن مزهر. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. يقول سلام يا من شرف بحفل قحطان، حفل بن جفشر يعتبر للقبيلة، سعيد بن جفشر وله عندنا شان، شان كبير ويستحق انعنيله،
ولا من دع المطرق بجيكم وطربان، ولا جا لزوم للرفق نحتميله، جيت وبشارك وبعتني باسم الأجوان، وابدع جزيل الشعر واعطي جميله وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، نبقى مع الشبل، وعلينا جميعا أن نذكر الله سبحانه وتعالى. الشبل نواف بن عايض العائشة الحبابي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله. لا إله إلا الله. بيض الله وجه سعيد عشير الغانمين، قلتها باسمي وباسمك حطان كلهم. أبو عبد الله راعي الطيب وفعوله تبين، حاضر كل المراجل وكفو الله وسلامك. سالم من بعد. أيها الحفل الكريم، نبقى مع المساحة الأخرى التي يعشقها الجمهور ويتلذذ بها الشعراء عبر عناجر المنشدين الذهبية. شلة من كلمات الشاعر سعد بن عبد الله. الجفشر أداء أحمد بن شالة. اليوم يا واقفتي ما عاد فيها وبود، سلامتك راسي شو شعور قد غلي. اليوم يا واقفتي ما عاد فيها سلامتك راسي شو شعور قد غلي. اليوم يا وقفتي ما عاد فيها وبد، سلامتك راسي شو شعور قد غلي. عباه جوسي تعد ولا تعد العدد، في متوفات الدلال ولابسات الحلي. يمر الابداع ويلزم علي في وعد، وانقلط الفكر قال الزم لسان سعد. وانت يا درمالي وما علي انا سعد، بس بعض احيان ماني سعد، لا ضقت معرف سوى علي وانا اخو علي. يا اخوك ما ننقصر مهما يطول الامد، نبلا وثوب الردى فوق الردي ما بلي. ما فردي حل حل الحبل ولا عقد، غير الرجال المطالق انهم لك شعر مدد وسمر فدا عشان منهم ما خلي. يا ربعي اهل العروش اللي على الحد حد، يا مطلقة وجهي ويا حزامي الممتلي. انادي ان دونها كم فارد مبرد، لك الشرت ما كلت في القوم من ما يلي. وصاح صياح لها بشره بالسعد، اقول تبشر الطيب من أب جد الجد لب الولد، يعوص الأمداح شد للفخر وانزلي. حنا حكمنا قبل يحكم حميد وحمد، والحكم لله والتاريخ ما ينجلي. لها الأمر من قبل ولها الأمر من بعد، ما لي من الأمر شيء، الأمر أمر الولي. لها الأمر من قبل ولها الأمر من اليوم يا وقفتي ما عاد فيها وبد، سلامتك راسي شو شعور قد غلي. عباه جوسي تعد ولا تعد
سعد بس بعض احيان ماني سعد لا ضقت ما اعرف سوى علي وانا اخو علي يا اخوك ما ننقصر مهما يطول الامد نبلا وثوب الردى فوق الردي ما بلي ما فردي حل حل الحبل ولا عقد غير الرجال المطالق انهم لك ولي لا والوفا ما نهلف من كثرة اللي شعر مدد وسمر فدا عشان منهم ما خلي يا ربعي اهل العروش اللي على الحد حد يا مطلقة وجهي ويا حزامي الممتلي انادي ان دونها كم فرد مبرد لك الشرت ما كلت في القوم من ما يلي وصاح صياح لها بشره بسعد اقول تبشر الطيب من أب جد الجد لب الولد يعوص والمداح شد للفخر وانزلي حنا حكمنا قبل يحكم حميد وحمد والحكم لله والتاريخ ما ينجلي لها الأمر من قبل ولها الأمر من بعد ما لي من الأمر شيء الأمر أمر الولي لها الأمر من قبل ولها الأمر من أيها الحفل الكريم، ها هو وقت الوداع حان وزمان البين آن، فنحن بعد قليل سنغادر هذا المكان، ولكنكم لن تغادروا قلوبنا وعقولنا بمحبتكم ووقفاتكم المتميزة. سنبقى على طريق الخير نلتقي، وعلى بساط المحبة نلتقي. فطاب مساءكم. من محدثكم من السيناريو والتقديم علي الجبعان، فطاب مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا وقفتي ما عاد فيها وبد سلامتك راسي شو شعورك غلي عباه جوسي